هرمون الذكورة ده من الهرمونات الداعمة الخلايا العصبية، لأنه له مستقبلات في الخلية العصبية وبيساعد على إنماء الخلية والمحافظة عليها وعلى التفرعات اللي بتطلع من الخلايا العصبية والتشابكات اللي بتخلي في تواصل بين الخلايا العصبية وبعضها. النورمال رينج أو المعدل الطبيعي من التستوستيرون هو من 250 ل 1000، من 250 ل 1000. في البروتوكول احنا عايزين النسبة تكون فوق ال 500 علشان تكون هذه هي النسبة المثالية لدعم خلايا المخ. طيب لو في شخص النسبة عنده 300 هي في الرينج الطبيعي، وزي ما اتفقنا ان البروتوكول اللي احنا بنتكلم فيه للتشافي من الزهايمر ليس له علاقة بالرينج الطبيعي، هو عايز يحقق مستويات مثالية، لكن في الطب التقليدي غير مصرح باستخدام التستوستيرون اذا كان مازال في الرينج الطبيعي. يعني لو واحد الرينج بتاعه 250، الرينج الطبيعي 250، واحد الرينج بتاعه وطلع التحليل بتاعته نتيجتها 250 غير مصرح بعلاجه، لكن لو 249 مصرح بعلاجه. في الزهايمر او في بروتوكول الزهايمر لو 400 لازم اوصله ل 500، لو 450 لازم اوصله ل 500. فانا يهمني ان التستوستيرون يكون 500 او اكثر، بس برضو في المعدل الطبيعي، يعني احنا لا نتجاوز المعدل الطبيعي اللي اخره 1000 او 1200 في بعض التحاليل، يعني ما اخليش المريض 3000 ولا 2000، انا بخليه في المعدل الطبيعي علشان ما يحصلش اثار جانبيه من تاثير التستوستيرون.